صرخات وصرخات وقالت السن وقال هما دشنا غرج بلاد وهكذا في واسترجعنا الخزينة فامتلأت بالخيرات. الجزائر تاع الجميع تاع الجميع ولازم نعرفوا تنبيوها وكيف يعني كل واحد يؤدي ما عليه. نفس الشيء بالنسبة بصفة موازية الاقتصاد يؤمن بقدرات الجزائر. عاوتاني يقول لك الجزائر وما أدراك ما الجزائر. لأنه الذي جاب هذا القطر جنوبا شمالا شرقا غربا يعرف خباياه يعرف ما يكمل من إمكانيات من ثروات ويعرف كذلك الجزائري. اليوم الرجل سيد عبد المجيد تبون سميناه رجل الإصلاحات بن دياس. فعلى ما أظن أول واجب يقع علينا نحن كأبناء في ولاية الكريمة هو رد الجميل. رد الجميل عرفانا وليس تمنيا، عرفانا لحق هذا الرجل الذي وعد فالتزم فقرر فنفذ. مرشحنا تحتضنه حالة شعبية غير مسبوقة ويقودها نخب ورجال صادقون نزيد في الميدان أينما حللنا. هذا التحالف الانتخابي حول مرشح قوي، رئيس جاد، رئيس متواضع، رئيس مسؤول، رئيس مقام، رئيسا له من تراكمات التجربة ما لم تجد عند إلا القليل القليل. اليوم في مهمة وطنية. السيد عبد المجيد تبون قدم مشروع للخمس سنوات القادمة، مشروع طموح وهو ناتج من الخطوط العريضة التي بدأ بها منذ تصيبه كرئيس للجمهورية. كانت فيه ظروف جد حرجة اللي ما سمحتش باش يقدر يطبق البرنامج نتاعه كامل، فهو الآن معول على إتمام هذا البرنامج من أجل بناء الدولة الجزائرية الجديدة فعلاً.